وقل رب زدني علما. طيب، من الأمور المهمة التي يحسن بالمرء أن يعتني بها في طلب العلم أن يعتني بخلو الخاطر، يحاول أن يتخفف، والتخفف يكون من أمور، يتخفف من الهم فيبتعد عما يسبب له هما، والتخفف من الشغل. التخفف من الهم يكون بماذا؟ بأن تبتعد عما يزيل عنك الهم. بعض الأشياء تأتيك بهموم وتأتيك بغموم فابتعد عنها. ذكر ابن أبي زمنين المالكي عليه رحمة الله في كتاب أصول السنة أن شريح كان مخضرما، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وولاه عمر رضي الله عنه القضاء، فكان من خير التابعين، ليس خير التابعين، وإنما خير التابعين أويس القرني كما في مسلم، وإنما هو من خير التابعين رضي الله عنه. أن شريحا القاضي رحمه الله تعالى كان يقول: إذا جاءت الفتن فلا تستخبر ولا تخبر، يعني لا تسمع أخبار فيأتيك هم، ولا تخبر سولف في أمور الأخبار هذه فتشغل وقتك وتنشغل فيما يضيع عليك العلم. فأحيانا التخفف من هذه الأمور يبارك الله عز وجل في وقتك، وقتك قصير جدا، فاحرص دائما على التخفف من هذه الأمور. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: لو أمرني أهلي بشراء الباقي الله لما اكتسبت من العلم شيئا، ما اكتسبت من العلم شيئا. فدائما حاول أن تتخفف، ليس معنى أنك تتخفف أن تعق بوالديك أو تنقطع عن الواجبات، لا، هذا نقص بالعقل ولا شك، ولكن المرأة يجمع بين الأمور ولكن يتخفف مما لا فائدة فيه. وكل امرئ منا لو نظر في خاصة نفسه سيجد أنه ينشغل ببعض، لا أقول مباحات، بل هو يعني أقل، خلنا نقول مكروهات على أقل أحوالها. فلو تخفف من هذه الأمور وأبدلها بالانشغال بالطاعة في العلم فإنه مهم. مما يتعلق بالابتداء في طلب العلم، يجب أن تعنى في طلب العلم بأن تجعل شيئا خاصا بك غير مرتبط بالناس، اجعل شيء خاص بك. بعض الإخوان لا يحفظ إلا مع صاحبه، ولا يحضر الدرس إلا مع صديقه، ولا يفعل شيئا إلا مع أصحابه. هذا إذا أحسن أحسن، وإذا أساء أساء، وإذا ضعف ضعف ضعف، وإذا قووا وغلبوه تعب، فدائما يكون ليس كذلك. احرص على أن يكون لك مسلك وطريق في العلم خاص بك بعيد عن الناس، حفظ، قراءة، بحث، مدارسة، اجعل لك شيء خاص بك، بحيث أنك إذا اعتدت على هذا سنة وسنتين وثلاثا وأربعا يصبح هذا الأمر سجية لك، يصبح سجية. فإذا دخلت إلى بيتك ستجد أنك تقرأ الكتاب مباشرة، أو تردد محفوظك وحدك، وهكذا. إذن احرص على ألا ترتبط بغيرك في بعض تحصيل العلم، وإنما تكون مرتبطا بنفسك لكي يكون هذا الأمر سجية لك، ولكي لا تتعلق بغيرك إن أحسن أحسنت وإن أساء أسأت.